بارك الله فيكم، تقول وهو يقول جبرائيل: إن الله أوحى إليكم يقول إنما يريد الله. حضر حاجتك، حضر حاجتك. شوف هذا، هذا شوكليت، هذه أنا مجربها، هذه ليست أنا مجربها، كل العالم، كل الأحرار بالدنيا يعلمون أن هناك مشاكل وهناك أمراض مستعصية يعجز عنها الطب والأطباء، لكن الله ما يعجز عنها، رب العالمين. هذا شوكليت راح يوزع عليكم كلكم إن شاء الله، وحق رب العباد وهو أكرم الأكرمين، ما فيكم أحد ما يأخذ حاجته من الله ببركة النبي وأهل بيته. وإذا الله ما يعطينا ببركة محمد وأهل بيته فالحياة ما إلها قيمة أحبائي، وإنما الحق كله في هذا البيت الطاهر. لذلك شكليتة واحدة، والله شكليتة واحدة تشافي عشيرة بكاملها. تسمع ولا ما تسمع؟ فهذا الشوكليت، هذا الشوكليت اللي موجود اللي هو طن وربع، يعني 1200 كيلو، فيكفي لكلكم جميعا، لأن في أكثر من 100,000 وأنتم عددكم أكثر من 100,000، ما شاء الله. هذا المجلس ممتد على مدى البصر، في الظلام اللي ما أشوفهم هالشباب واقفين ومكدسين هناك كأنهم نور ونحل ومجموعة من الإيمان. لذلك اللي عنده حاجة حبيبي يلتفت الآن، يلتفت يحضر حاجته، بعدين هذا يوصل لكم بطريقة فنية إن شاء الله سماحة الشيخ حسين الله يبارك فيه واضع له طريقة كلكم تأخذون، رجال ونساء، ما يبقى أحد ما يأخذ من هذا. لكن صدقوا، أكرر العبارة وأنا مسؤول عنها، والله العظيم الشوكليتة الوحدة تعالج قبيلة كاملة، لأن الله أرحم الراحمين. ما دامت الأمور من الله فلا استغراب في، صلوا على النبي بأعلى أصواتكم. هالشباب اللي موجودين كل واحد يحمل له، شلون الترتيب؟ على المدرسة راح يروح الشيخ منا من هالباب المدرسة، وتطلعون من ذيك الباب على السريع. الآن تأخذون كل واحد يأخذ شوكليته وفيها قضاء الحوائج، والله الجماعة ما شاء الله، ما شاء الله، بهذا المجلس بحر من الرجال.